في حلقتنا النهارده الحقيقه عندي قضيه مهمه جدا، قضيه التحكيم. الحقيقه كل ما بنتكلم على التطوير في الكره المصريه بنتكلم دايما نتكلم على جزء مهم جدا وحلقه مهمه جدا في منظومه كره القدم على مستوى العالم، نتكلم على التحكيم. الحقيقه التحكيم ما زال هناك في جدل كبير جدا جدا على التحكيم في مصر. مش هتكلم على يعني سوء التحكيم في المباريات والغلط والفار و و و، هتكلم من نقطه ثانيه خالص، وحاول مع حضراتكم نبص للصوره الموجوده في مصر ويعني حوري حضراتكم صور الناس ازاي بتشتغل بره يعني. الحقيقه كان كلاتنبرج الانجليزي الخبير والحكم الكبير الانجليزي كان عنده تجربه في مصر، تجربه لم تستمر كثيرا. في ناس كتيرة جدا ما بين ان هذه التجربة تجربة الى حد ما نجحت في اشياء وفشلت في اشياء، وفي ناس تقول لك لا التجربة فاشلة وما نفعتش في مصر خالص. الحقيقة انا هقول رأيي الشخصي، رأيي الشخصي ان هو الى حد كبير جدا نجح في مهمته. ونجح في مهمته ازاي؟ حتى في الفترة القليلة اللي قعدها الحقيقة انا كواحد بتفرج وانا لعيب كورة، لا كان في الى حد كبير تطور في اداء التحكيم على مستوى زي ما بنتكلم على مستوى الالتحامات اللي هو كان زمان اي التحام تيت 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 هتلاقي الصفاره في ال 90 دقيقه، يعني كل 3 دقائق الحكم بيصفر. الريتم بقى اسرع شويه، التحكيم كان فيه شيء من الاحترافيه بشكل او باخر. في اخطاء، اكيد في اخطاء على مستوى التحكيم، على مستوى شخصيه الحكم نفسه، على غرفه البار، كل ده يعني الراجل مش هيجي يصلح كل المشاكل اللي عندنا هياخد له 5 6 شهور، لا الكلام ده مش مظبوط. طب نرجع للتعاقد مع كلاتنبرج. هو كلاتنبرج اشتغل من خلال عقد موثق مع الاتحاد، والراجل الحقيقه ما غلطش في حاجه، يعني عدم تواجده بصفه مستمره في اتحاد الكوره ده كان متفق عليه البنود العقد، وده يعني دي شخصيه الناس بره، هي ملتزمه بالعقد اللي بتكتبه، ولو خرج عن العقد هو بيعترف بهذا الخطا. خلينا نتكلم مع نهايه التجربه. نهايه التجربه زي ما بقول لحضراتكم انا بالنسبه لي كانت تجربه لابد ان كانت تستمر بشكل او باخر على مستوى اكبر من الالتزام، على مستوى اكبر من ان تدي للراجل مساحه كامله يشتغل فيها، تدي للراجل مساحه يشتغل فيها على مستوى العقوبات، على مستوى التطوير، على مستوى تعيين الحكام بشكل او باخر، لان دي نقطه مهمه جدا حاجه لحضراتكم لان الامور ما كانتش واضحه. طيب دلوقتي كلاتنبرج مشي، اتحاد الكوره اعلن يمكن من خلال اسابيع قليله ان هو بقى خلاص قريب جدا جدا من التعاقد مع تاني حكم او خبير اجنبي لتطوير التحكيم المصري. طيب لو اي شغلانه في الدنيا احنا يعني انا بنتكلم بروفيشنال، لو انت يعني شركه كبيره وانا هتكلم بلغه الاحتراف، عايز تجيب واحد يطور لك المنظومه عندك، اول حاجه بتحط معايير الاختيار. نمره واحد انت عايز ايه معايير الاختيار للخبير اللي انت جايبه عشان يطور عمليه التحكيم. نمره واحد معايير الاختيار، ما شفناش معايير اختيار طلعت، او احنا عندنا ايه هنختار من خلاله، لان وارد جدا يكون عندك عدد كبير من هؤلاء الخبراء في التحكيم ولكن انت بتختار واحد منهم. طب بتختار واحد منهم بناء على ايه؟ يبقى اكيد عندك معايير معينة بتبص لهذه المعايير انك الحكم ده ينطبق عليه 1 و2 و3 و4 فهو الانسب ليه. طيب ده جزء المعايير، هل في معايير لاختيار الخبير التحكيمي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين سابقة الأعمال السي في، أنا رايح بقدم في شركة بقدم لهم اتفضلوا، يعني لو المعايير عليا اتفضلوا أدي السي في بتاعي، دي شغلتي اشتغلت 1 2 3 نجاحات 1 2 3 فشل 1 2 3 سي في، يعني سابقة أعمال لهذا الخبير اللي جاي المفروض هيطور لك جزء مهم جدا جدا من الكرة المصرية، دي نمرة اتنين. طيب نمرة تلاتة، لما أي حد يبدأ يطور في جزئية معينة، أنت جبت كلاتنبرج كان ليه إيجابيات وكان ليه سلبيات، خلينا نمشي مع بعض، ليه إيجابيات وليه سلبيات. طيب لما بتجيب حكم جديد هتحط له البلان إزاي؟ هل هتبدأ تاني كعادتنا في مصر إن إحنا الراجل اللي جاي دوت يقول لك خلاص الراجل اللي فات ده امسح كل حاجة عملتها؟
مسح كل حاجة، أي خطوة لقدام عملها لا نبدأ من جديد، والكلام ده أنا بحذر منه يعني خلي بالكم. والموضوع دوت يمكن ظهر خلال الأسابيع اللي فاتت، ظهر إزاي؟ إن كان من إيجابيات كلاتنبرج الحقيقة إنه كان عنده يعني عنده نوع من أنواع الثواب والعقاب بالنسبة للحكام. دي كان مهم جدا جدا، الحكم اللي بيخطئ على طول ممكن يقعد 3-4 مباريات ما يشاركش نتيجة إنه أخطأ، دي نمرة واحد. نمرة اتنين كمان العلاقة ما بين الفار وكان والحكم اللي كانت بتظهر على مستوى التلفزيون، بدأنا نسمع الفار بيتكلم مع الحكم إزاي والحكم بيقول إيه للفار والقرار بناء على إيه. ده شيء جيد جدا، أعتقد إن هو كمان انتهى أو هينتهي الفترة اللي جاية لأسباب ما. الجزء الثالث إن هو لازم كمان يكون في سياسة الثواب والعقاب. يعني أنا دايما بدي مثل بالأمثلة اللي كانت قريبة، يعني ما كانش ينفع في وجود كلاتنبرج على سبيل المثال إن في حكم، وده موجود في أوروبا، ما ينفعش هتلاقي تفتح كده الدوري الألماني أو الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي هتلاقي في مداخلات في البرامج الرياضية، حكم الساحة بيخش وبيعمل مداخلة يقول لك أنا أصل القرار كان كذا، وإحنا الكلام ده يا جماعة ما بيحصلش في العالم كله، ممنوع. وكان الحقيقة كلاتنبرج كان قايل كده وكان مانع كل الحكام إن هم يعلقوا على قراراتهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على الصفحات الشخصية ليهم على اليوتيوب على الانستجرام على القنوات الفضائية وعلى القنوات التلفزيونية والبرامج الرياضية. وده شيء احترافي بنتكلم فيه ثوابت المفروض ان احنا للأسف في 2023 ما نتكلمش فيها. فالجزئية ديت بعد ما الراجل مشي لقينا الله العملية ثابت تاني، يعني العملية بقت خلاص الحكام بتبدأ تطلع وتشرح واصل انا عملت كذا وانا يعني رجعنا تاني او رجعت ريما لعادتها القديمة. الجزء الاخير من قضيتي هنا عمليه انت جايبه هيعمل ايه، الجوب سكريبت، انت الخبير التحكيمي اللي جايبه حضرتك هيعمل ايه. ودي المشكله يمكن اللي كانت مثاره مع وجود كلاتنبرج في الاول، خبير تحكيمي ماشي، خبير تحكيمي هيعمل ايه؟ هل هو المسؤول عن التعيينات، تعيين الحكام بالنسبه لمباريات الدوري الممتاز الف وب؟ هل هو المسؤول عن تطوير اداء الحكام، يعني بيعمل دوراته وبيعمل تدريباته وبيعمل الشغل الفني بتاعه مع الحكام المصريين لارتفاع مستواهم؟ هل هو ليه السلطة على كده؟ طب اللي جاي ده هيكون ايه؟ هل هو مختص بس بعملية التطوير او هو مسؤول او رئيس لجنة الحكام في مصر؟ الحقيقة ده كل الاشياء دي لازم تتوضح، لازم تتوضح، لان الناس الفترة اللي جاية مش مستحملة الحقيقة. يعني بنشوف اخطاء تحكيميه كبيره جدا جدا، بنشوف خلاص دلوقتي الحكم بيطلع في التلفزيون والحكم العلاقه ما بينه وما بين الفار في سابقه انا بعتبرها غريبه جدا جدا، ان حكم الفار يندهله علشان في شك في ضربه جزاء، بتوع الفار بيقولوا له ضربه جزاء وهو اقتنع انها ضربه جزاء، والثلاثه حكامين الفار والحكم الساحه خلاص القرار انه هي ضربه جزاء، ويرجع تيت لا مش ضربه جزاء، علامه استفهام كبيره جدا. ليه؟ لان مفيش محاسبه، لان الكلام دوت لو كان بنسمع الكلام دوت او بيذيعه لنا بعد اللي كان بيعمله كلاتنبرج، انك بتذيع اللقطه ديت الحديث ما بين حكم الفار وحكم الساحه كان داير ازاي، كان الموضوع ما كانش هيبقى بهذا المنطق. كل ده حضراتكم انا بتكلم للصالح العام، انا بتكلم لنقطه احترافيه كبيره جدا جدا ولازم نهتم بيها بشكل افضل من كده كتير جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم حلقه التحكيم هي حلقة مهمة جدا في تطوير الكرة المصرية. لو عايز تطور الدوري بتاعك، لو عايز تطور أدائك، التحكيم جزء مهم جدا جدا في هذه المنظومة، وبالتالي كان لازم الموضوع اتكلم فيه. وزي ما بقول لحضراتكم بجيب لكم نماذج على ده، يعني نماذج يعني ما ينفعش في أي تاني، ما بينفعش في أي حتة في العالم إن هتلاقي حكم بيطلع في مداخلة تلفزيونية بيشرح الحالة وبيشرح بيقول أصل أنا عملت كذا أو أنا لا، الكلام ده ممنوع نهائي. كمان يعني في حاجات كتير جدا ممنوع اصلا تتكلم مع حكم بطريقه او باخرى، ممنوع الاجهزه الفنيه تعلق على التحكيم بشكل او باخر. عندنا يوجن كلوب جارديولا لما بيسال انشيلوتي بحذر شديد جدا يبدا يتكلم على التحكيم، ودي مهم جدا، واحنا بنحمي كمان حكامنا. في الاخر خالص تاني النادي الاهلي دائما ما يكون سندا لاي حاجه مصريه، الحكم المصري دايما بنساند، لكن لما يكون في اخطاء بنقول في اخطاء. احنا محتاجين تحكيم او خبير تحكيم على مستوى عالي جدا لتطوير التحكيم في مصر، محتاجين،
في اسرع وقت. في اسرع وقت، لكن الجاب السكريبت بتاعه لازم يكون معروف، ده الراجل يا جماعه جاي عشان يعمل 1 2 3، ونبدا نديله المساحه ونبدا نديله الشغل. لو عايز تطور ادي للراجل مساحه يشتغل فيها، اوعى تتاثر بالسوشيال ميديا، اوعى. اي مسؤول بيتاثر بالسوشيال ميديا صدقوني الفشل، يعني الطريق النهائي هو الفشل. ادي الراجل المساحه بتاعته، وانت متعينه خبير للتحكيم او مسؤول او رئيس لجنه التحكيم هو المسؤول عن كل التحكيم في مصر بما فيهم التعيينات، خليه يشتغل وخليه يحط خطته وخليه اكيد في النص هتبقى فيه اخطاء هتتصلح، فاديله مساحه 3 4 سنين يشتغل عليها، وده اللي بنشوفه بره الحقيقه بشكل كبير جدا جدا جدا. فدي قضيه كان لازم اتكلم فيها مع حضراتكم، والحقيقه ان شاء الله باذن الله يعني كل قضيه كده في الاسبوع هنتكلم عليها هنطرحها لحضراتكم، كمان هنطرح بعض الحلول. الحاجه المهمه جدا تاني، دي قضيه مختلفه هنسردها مع هنا في المحترف بشكل كبير جدا، لكن بخطوط عريضه، ان اللوائح والقوانين تنفذ بشكل صارم في العالم المتقدم على مستوى الاتحاد، على مستوى الأندية، على جميع المستويات. اتحاد الكرة الألماني لما بيعمل لائحة معينة للسنة للبوندز ليجا 1 و2 و3، هذه اللائحة لا تتغير ويلتزم النادي بها التزاما كاملا. الالتزام الكامل ده على كل، لو هم 18 فريق على ال 18 فريق في البوندز ليجا 1 و2 بدون النظر عن الاسم، كل الموجودين بيلتزموا باللوائح والقوانين المسردة من الاتحادات طبعا المحلية والمرتبطة ببعض القوانين اللي هي بتتكلم فيها ان انا هحط الجزئية ديت ده شأني داخلي، انا هعمله بالشكل 1 2 3 4 5. وفي خطوط عريضة على مستوى الفيفا وعلى مستوى اللائحة العامة للفيفا بتسير عليها كل الأندية في العالم، ده هو المطلوب. هنتكلم على ده لكن يعني بتفاصيل أكتر شوية من خلال المحترف، لأن دي كمان نقطة مهمة جدا جدا لصالح الكرة المصرية. وعايز أقول لكم تفتكروا أن اليوفنتوس يمكن نزل درجة تانية، نادي اليوفنتوس أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية في وقت من الأوقات، خرج عن الالتزام نزل درجة تانية. السنة دي 15 نقطة بيتخصموا من اليوفنتوس عشان خروج عن بعض البنود الأساسية واللائحة الأساسية اللي حطها الاتحاد الإيطالي. عندنا نماذج الحقيقة كتيرة جدا، ودي كمان قضية هنتكلم مع حضراتكم فيها بشكل تفصيلي بإذن الله في الأسابيع القادمة.